الركن السادس من أركان الإيمان الإيمان بالقدر. قال صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عليه السلام قال أخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فجعل صلى الله عليه وسلم الإيمان بالقدر سادس أركان الإيمان. والإيمان بالقضاء والقدر هو الإيمان بأفعال الله جل وعلا وإرادته ومشيئته وخلقه وإيجاده، فهو أمر عظيم. وفي القرآن قوله تعالى خلق كل شيء فقدره تقديرا، قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، قدره تقديرا بقدر أي قدر وقوعه وشاء وجوده وخلقه وقدر صفاته ووقته الذي يقع فيه، كل شيء فهو مقدر من جميع الجهات، من جهة العلم به ومن جهة كتابته في اللوح المحفوظ ومن جهة مشيئة الله له في وقته، من جهة خلقه وإيجاده، ومن جهة أن كل شيء له مواصفات جعلها الله له لا يزيد عنها ولا ينقص، كل شيء مقدر، كما قال تعالى في المطر وما ننزله إلا بقدر معلوم، معلوم الكمية ومعلوم مكان النزول ومعلوم وقت النزول، قدر معلوم من جميع جهاته. إنا كل شيء خلقناه بقدر، فهذا فيه أن كل شيء فإنه مقدر وأن الله خلقه، لم يوجد بدون خلق وبدون تقدير، لم يوجد مصادفة من غير سابق تقدير ومن غير أنه مكتوب في اللوح المحفوظ ومن غير أن الله شاءه وأراده. فليست الأمور فوضى، أمور الكون ليست فوضى، إنما هي منضبطة بتقدير الله لها وإيجاده لها ومشيئته لها بصفاتها، بصفاتها التي هي عليها. فهذا أمر مهم جدا، الإيمان بالقضاء والقدر. ظلت فيه أفهام وزلت فيه أقدام ممن لم ينظروا في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وإنما اعتمدوا على عقولهم وأفكارهم، فتخبطوا في القضاء والقدر تخبطا فظيعا. وهدى الله أهل السنة والجماعة فآمنوا به على الوجه الذي أراده الله وفرضه الله على عباده بموجب نصوص الكتاب والسنة كعادتهم في جميع أبواب العقيدة.